في برنامجنا طب الأطفال راح يكون حاضر بإمضاء الدكتورة حبيب، تعودتوا عليها كل يوم اثنين. أيضا للفن التشكيلي نصيب كبير، راح تكون معنا فنانة تشكيلية صاعدة راح نتعرفوا عليها خلال هذا العدد، إضافة إلى الكثير من الفقرات. صحيح، العمل التطوعي أيضا عنده نصيب في برنامجنا الصباحي. راح نتعرفوا على جمعية من الجمعيات الناشطة في فعل الخير. الإنتاج السينمائي لقى رواج كبير ونشاط أكبر من خلال اجتهاد شبابنا الواعد اللي راهم يحضروا فيلم وثائقي قصير يختزل حياة الأمير عبد القادر. محطة من محطاتنا الفنية والثقافية حاضرة وحضور زميلنا محمد موفق والكثير والعديد من الضيوف المميزين تكتشفوهم معنا خلال حلقة اليوم من برنامجنا الصباحي صباح الشروق. كثروا من اتصالاتكم، سمعونا أصواتكم، أرقامنا في خدمة الجميع. أولى خدمات ستكون من مطبخنا الصباحي مع هشام كاستي، لكن تفاعلي وتفاعلكم معنا من خلال أرقام التليفون تظهر أسفل الشاشة، أيضا من خلال صفحتنا الرسمية، صفحتي الرسمية أنا لطفي عيشوني زميلتي إيمان جنادي أوفيسيال، أو حتى من خلال الصفحة الرسمية الخاصة ببرنامج صباح الشروق. أهلا وسهلا بالكل ملتفين حول مجلس فطور الصباح. صح قيودكم، استمتعوا بها، استمتعوا معاها، ومدى بينا تستمتعوا معانا من خلال هذا البث المباشر، لأن نطلع عليكم من خلاله في مركز المعالجة بمياه البحر تالاسوثيرابي سي دي فرج، ومدى بينا تستمتعوا أيضا بهذا المنظر الجميل جدا. الشميسة هذا وين بدات تطل، إن شاء الله يطلع عليكم الربح مشاهدينا الكرام كامل لكم تابعوا فينا. إذا الموضوع اليوم ما حبيناش نحددوه، خليناكم مجال مفتوح، حبيتوا تقترحوا لنا موضوع أهلا وسهلا ندردشوا معكم فيه. ما حبينا نسمعوا رنة الهاتف لكن مازال لبى وطلب. لبى وطلب. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. يا صباح النور. خير أخت إيمان، وش رايكم؟ والله الحمد لله، أهلا وسهلا. عقلتيني؟ لا لا، أنا حابة نعقل، هذا الصوت ماشي غريب علينا. يا طلع صوت اللي عيطت لكم. ماشي سيدة من عزازقة؟ لا لا. داكور. هي بدات. اوكي انا عرفناك. اهلا وسهلا بك. شكرا لك صباح الاخت الايمان الاخ لطفي، وشاكم؟ لاباس الحمد لله، وانتم سؤال عليكم. الحمد لله الحمد لله. واش راهي عزازقة؟ صافا لاباس الحمد لله، شويه شويه. كاش ماكو تخرجوا ولا والو؟ نعم. كاش ما راكو تخرجوا ولا والو؟ والله ما نخرجوا، معنا في مالاد مع المالادي تاعي، والله ما نخرج قريب عامين ما نخرج من طبيب للدار. والله ما نروح الماليه ما نروح. على ما اعتقد بلديه عزازقة وبعض البلديات في تيزي وزول حاجه نبدا على الزوج. ايه عندنا صح صح. على الثانيه زوالا. ايه على الثانيه زوالا صح والله غير صح. يعني بزاف عندنا بزاف مرضى بزاف يعني اللي ماتوا، يعني ربي يحفظهم يرحمهم. الله غالب يعني المرض ما خلى حد. ربي يعافينا ان شاء الله ويعافيكم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. والله راكم تقدموا لي يعني، انتم ما تنسونا والله، ما عندي واش من هذاك فيسبوك وكامل ما نحملوش، صح انتم ما تنسونا. محظوظين بك، يعني كل شيء هايل يعني ما شاء الله، راكم في القمه ما شاء الله. يعني ما يخص والو ما ينقص والو. والله والو والله ما شاء الله، يعني راكم في القمه والله، مواضيع هايله، كل شيء كل شيء. محمد الامين جنادي يعني ما خلى والو. شكرا لك، شكرا جزيلا. والو بصح عندي طالب الاخت ايمان الاخ لطفي، عندي طالب معليش. تفضلي مرحبا. يسلمك. شوف كل شيخ هشام، انا سييت واحد لاغوسات يعني وحدي من راسي، سييت باذنجان وطوماطيش درتهم كونفيتور. اها. جا هايل. ونجحت لك. من راسي يعني. اخترعتي الوصفه. والله جا الكونفيتور هايل. بصحتك، مع انه كاين كونفيتور تاع الباذنجان كاين في المشارق يديروها بزاف. ايه ديروها المشارقة. عندي زعما جاردة هكا درت باذنجان وطوماطيش وكامل، درت سيكوتات. ملاح. درك عادة كل الخضار نقدروا نوصفوها مربى. وطوماطيش مخلل. انا ما عرفتش هايل، لوكان عندي فيسبوك نبعثه له. هي فاكهة صح. هي خالي ما عنديش. ايه خسارة، احنا نديروا نهار ونجوا لعندك. يعطيك صحة على اتصالك، شكرا لك، ما نطولوش عليك بزاف. يعطيكم الصحة بزاف بزاف، وصلوا لي سلام الشيف نادية وكاع ليكيب كاع التقنيين. يبلغ سلام. راكم منورين الشاشة. نور كل نورك. نحبكم بزاف بزاف. ربي يحفظكم. شكرا لك، شكرا على اتصالك. ميرسي. يعطيك الصحة. إذا يا ناس يا طيبين، أرقام تليفون في خدمة الجميع، نقدروا نسمعوا صوتكم بمجرد أنكم تشكلوا الرقم الظاهر
على أسفل الشاشة، يمكن أيضا التفاعل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الإنستغرام والصفحة الرسمية الخاصة ببرنامج صباح الشروق، أو حتى من خلال الصفحة الخاصة بقناة الشروق تي في. أهلا وسهلا بالجميع. أولى فقرتنا راح تكون محطتنا طبية بامتياز، في انتظار أنه ينضم إلينا هشام كاستيلا، بس أنه نديو اتصال آخر. ألو صباح الخير. ونحن نحاول نشوف ماذا شفت بعد التعليقات. يا أهلا وسهلا. قولوا ألو صباح الخير. يا صباح الأنوار، يا صباح الورد، يا صباح صح النوم، صح النوم من صوتك. هذا وين، هذا وين صح صحتي صح؟ والله ما هذا وين صح والله. يا أهلا وسهلا، نقدروا نتعرفوا عليك؟ أم محمد من العاصمة. شباب صلصال عطونا برك الصوت، عطونا من صوت الهاتف من فضلكم. لا والله ما نط هذا وين، عندي ولادي برك راهم راقدين، بصح أنا الزوج تاعي راهو يخدم، وشنو ما عنديش مع شكون نهضر. يعني كي تهضري بالعقل باش ما ينوضوش الدراري. ايه صحتهم صحتهم. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا. من راكي تصلي بنا؟ راني نقول لكم بلي راكم منورين، راكم هايلين ما شاء الله عليكم. النور كل نورك، النور كل نورك. شكرا جزيلا. عرفينا برك على نفسك، من اين تتصلين؟ ام محمد من العاصمه. اهلا وسهلا بك وبكل ناس نحبونا من العاصمه. منين في العاصمه بالضبط؟ نعم، منين في العاصمه بالضبط؟ من الحراش. من الحراش، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. كل ناسنا في الحراش. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله، ويحفظ كل واحد ان شاء الله يا رب. الله يخليك. وش راه محمد؟ لاباس الحمد لله. وراقد قد ايه عمره؟ 15 سنه. الله يبارك ما شاء الله. او يستمتع شويه بالعطله تاعو ولا مع هذا الحجر يعني؟ والله راهو مع الحجر، مع الحجر. رانا مانيش نخرجوا من غير راهو الزوج برك يخدم. احنا رانا في الدار. نظن انه اول اتصال ليك معنا اليوم، لكن ليست بالمره الاولى اللي تتابعينا صح؟ اكيد اكيد، هذه اكيد. الشروق انا غير نفتح اول حاجه نديرها تلفزيون الشروق. محظوظين بك، محظوظين بك. الله يخليك. قولي لنا واش اكثر شيء تحبيه في البرنامج؟ نعم، واش اكثر شيء تحبيه في البرنامج؟ شوف البرنامج تاع الشروق راكم منحيين علينا بزاف بزاف. الحمد لله يا رب. الحمد لله، هذا هو هدفنا. خاصة سورتو كي نفتح ونشوف إيمان ما شاء الله عليه، ربي يحفظها ويحفظ لطفي، ربي يخليه إن شاء الله ويحفظه. ربي يخليك إن شاء الله يا رب، ربي يخليك. شكرا، شكرا جزيلا. هذا الشيء شرفنا ويسعدنا أكيد. كاش ما توصينا مع هذا الصباح؟ والله حبيت برك حاجة، حبيت برك أنا أستاذة. ما شاء الله، ما شاء الله. الله يخليكم. عندي برك حاجة حبيت نديرها. تفضل. عندي أنا وليدي، عندي برك حبيت اختصاصي تاع لوكتوفونيست. حبيت باش نتعامل، عندي تلاميذ في القسم تاعي عندهم تأتأة، حبيت باش نتعامل معاهم، وحبيت في نفس الوقت باش نتعامل مع وليدي. عنده مشكل أيضا تأخر في النطق ولا مشكل في النطق؟ عنده مشكل تأتأة. عنده مشكل تأتأة. هذه اللي حبيتها. راح نسجلوا هذا الانشغال، واكيد انه راح يكونوا حاضرين معنا اخصائيين يعالجوا هذا الموضوع. تعيش برك، ولو كان برك حبيت الاختصاصي تاع التأتأة، لو كان برك كي تجوزوهم في الحصه يمدوا يا لو كان العنوان تاعهم برك باش نقدروا نروحوا ليهم. اوكي. ما كاش مشكل. اوكي. تأمري، ما كاش مشكل. سجلناه طلبك. هذا واش عندك انشغال؟ هذا واش عندي انشغال. شكرا لك. ربي يوفقك، وتحياتنا لك ولكل عائلتك. الله يخليك. شكرا على اتصالك، يعطيك الصحة. في امان الله. شكرا لك. شكرا. شباب يكون في هكذا تفاعل لطفي ويقترحوا لنا مواضيع يسهلوا علينا. صح. المهمه انه نلبيو لهم واش راهم حابين. كنا تناولنا موضوع التأتأة من قبل، لكن ما يمنعش انه راح نبرمجوه ان شاء الله تلبيه لطلبك سيدك. اذا ما حضرش الان هشام كاستي راح نولي نتأتأ. نلغيو راح نولي نتأتأ. نلغيو الفقره نتأتأ. اذا مشاهدينا ادعو الكل الانضمام معي الى هشام كاستي ومطبخنا الصباحي، لاكيد راح يكون متميز وتميز كل الاطباق اللي نفيدكم من خلالها. اهلا وسهلا بالجميع. صباح الخير هشام. صباح الخير ايمان. اهلا. يا اهلا وسهلا. واش راك لطفي؟ لاباس. صافا الحمد لله. مليح. واش هذا التاخير يا سيدي؟ واش هذا التاخير؟ يا ودي جيت نجري نجري نجري. زحمه سير رهيبه باش نلحقوا لنا الطوالي، مع انه في حجر يعني ما كانش الشواطئ كلها يعني مغلوقه، لكن ننقل لكم دائما الصوره التي تليق وموسم الاصطياف. اهلا وسهلا بالجميع. انا متواجدين بمركز المعالجه بمياه البحر طالاسوتيرابي سيدي فرج اللي فتحنا ابوابه. نشكر كل من اختار قناتنا الشروق العامه برنامجنا الصباحي صباح الشروق. نصبحوا بالخير من جديد على هشام. اهلا وسهلا هشام.
صباح النور لطفي. صباح النور. والله غير جينا نجرو. شفت؟ الوقت. النفس راح. والله غير على بالك جيت اوريزمون جاي جايب كلش موجد مضار. كل شيء راه طايب يعني. نو بطاطا برك لي طايب. عندك احنا نخدموا اليوم نقول لهم صباح الخير، صباح الخير مشاهدينا الكرام، ما شاء الله تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم معنا في حصتكم صباح الشروق. كما وعدناكم في مطبخكم مع هشام قاسطي. اليوم جبت لكم زوج وصفات، زوج وصفات خفاف، زوج وصفات صيفيه، زوج وصفات بزاف شابين. واللي احد لكم جيب التاجر يندر بالخبز كما تعرفوا، هذا الخبز واش راح ندلو؟ راح نديرو بالحلال، نفتحو بالحلال بلان فورت بياس، ومن بعد واش ندير؟ نديرو في البيض لا شابلير ونقليه. راح يجينا كيما ليبيني، يجي منفخ كيما ليبيني، نقطعو اون دو وندير له الحشو تاعو اختياري. راح ندير له حشو اليوم دو كاليتي تاع حشو، حشو بالطون، حشو خضار بالخضار فوالا، طوماطيش مع فخوماج، راح ندير له شويه زيتون مع شويه الفريت، المهم حشو نتوما يبقى اختياري. وراح ندير لكم عصير بزاف شباب، عصير بزاف شباب اللي هو عصير التين مع الموز، ثاني صحي ولازم هذا نشربه دائما مع الصباح. الصباح يعطينا طاقة. على بالنا الصباح لازم الانسان يكون عنده طاقة و صح صح. لازم نشربوا حاجة صحية واللي هي عند لكم عصير التين، التين راه وقته مع الموز ومع الحليب، هذا واش نحتاج فيه. إذا أطباقنا نظن أنه ما فيهاش تحضيرات كثيرة صح؟ شوية هادو شوية شدوا اليد باسكو فيهم خدمة. باش نبداو هشام؟ باش نقليهم. نبداو بالخبز، خبز طوست تاعنا. باندومي فوالا، بالباندومي. نجيبوا الحلال. تفتحوا مليح بالحلال فوالا كيما راكم تشوفوا فيه. نفتحوا هكا كي تشرو باندومي، ما تشروش هذا كيكون يابس باسكو كيما دوك نعرفوا الصيف قليل اللي راهو يبيع الباندومي باش ما يتفتتش. ديجا هذا البارح باش نشريه بس باش لقيتوه جاي يقول لك ما نجيبوش في الصيف باسكو يغمل. كي تشرو باندومي توجور قلبوه ولا مليح يكون طري كيما راكم تشوفوا فيه، لازم يتفتت باسكو لا تفتت لكم تروح لكم الوصفه. نفتحوا كاع الباندومي تاعنا كيما راكم تشوفوا فيه هكذا، ومن بعد نقطعوا بلان بورت بياس، نوجدوا كاع نفتحوا هكذا. حاجة سهلة، هادو دي ساندويتش تروحوا هكذا تحبوا في الدار، كنت حنقول لكم تروحوا للبحر ما كاش البحر، في الدار ما عندكمش واش ديروا، شروا باندومي وخدموا به دي ساندويتش يجوا بزاف شابين. نفتحوا كاع الباندومي تاعنا. كما راك تشوفوا فيا هنا، والحشو يبقى اختياري. قلت لكم اليوم انا حندل لهم شويه بالفريت، شويه بلا سالاد، شويه بلا طوماط، بالطون. انتم واش حبيتوا؟ حبيتوا ديروا فيون داشي فوالا. نفتح كاع الخبز تاعي، ما بطاطا ناعمه تكمل لي كاع دوزه اللي بقاو لي. ايوا تسمعك نعيمه. تسمعك طاطاك نعيمه. يعطيها الصحه تطلع نعيمه، تطلع نعيمه. واش نقول لك؟ هي مساعده الشيطان تاعها، مساعده قد ما نشكروها قليل علينا باسكو واقفه معنا بزاف بزاف. المشكل تاعها ما تحبش اللي يقول لها طاطا، من حقها طاطا. انا شوف لطفي هي حره. لطفي نهار الاول اللي جيت فيه الالو شاف اللي جيت للشروق قلت لها طاطا سيبهم طاطا. ايمان واش رايك نديروا؟ هذا هو الموضوع الرئيسي تاع اليوم. عاود ذكرني به طاطا. كلمة طاطا إذا كان تقيسهم سيدات ولا لا؟ هاي كلمة عادية. ها؟ موضوع شباب هذا. كاين بعض السيدات متحسين من هذه الكلمة. بالك يقولها طاطا يذكروها بالعمر. نعم. يربطوها أكثر شيء بالعمر. عادي. أنا أول مرة قالوها لي عرفت بلي كبرت. طفلة صغيرة قالتها لي عرفت بلي كبرت في السن. أنا فانيك شفت كيقولوا لي عمو جيني حاجة بيضاء. ثقيلة شوية. شفت نحس روحي كبرت مع شوية شيء. مع شوية تاع الشيب وكذا، قلت خلاص انا جاي شاف صاي كبر. مي هذه هي على قدر الانسان كيكون يقادر واحد يقول له عمو ولا يقول له طاطا. اذا نكملوا باقي الخبز بنفس الطريقة. فوالا نفتحوا كاع كيما راه هكذايا. نوجدوه. نجيبوا لا شابلير، عندنا لا شابلير هنا اكوتي. نجيبوا البيض، نخلطوا البيض مع شوية فلفل الكحل وتاع الملح. واش نديروا؟ بان دومي نقطعوا بلان بورت بياس. نديرو في البيض، نديرو في لاشابلير ونقليه. كي تقلوه واش راح يصرى له الباندومي هذا؟ ما تشوفوش هكا رقيق. واش راح يصرى له؟ راح يتنفخ يولي كي ليبيني. يجي فارغ الداخل. تلصق زوج يعني؟ لا لا ما تلصقش زوج، وحده هكا تولي كي. ايه ومن بعد واش راح دير بها من بعد؟ تعمروا الداخل. تفتحوا تعمروا. شوف هي كي نقليه، إيه؟ ان شاء الله المخرج تاعنا يشوف لي زيطا مليح، ماذا به يوري لهم بيان لي زيطا. كي نفتحوا هكا نقطعوه بلان بورتي. يتنفخ بلا ما تزيد له خميره تاع الحلوه. ما تزيد له والو، ديروا غير في البيض لاشابلير كي تقليه.
راح يجيك زوج طبقات لداخل، يولي زوج طبقات يولي كيما لي بيني، يجي فارغ لداخل. اوكي. تحب تخليه كومبلي تعمرو ديرو هكاك، تحب تقطعو اون دو ديرو دي ميني ساندويتش هكذا، يجي المهم هو يجي فارغ لداخل. هذه كاينين اللي ما يعرفوهاش بزاف هذه الوصفه، راني جبتها لكم هكاك شورت بلا ما تكسروا راسكم. شنو غير بان دو مين انتم درتوا اللي يبقاو من الخبز واش راح دير بهم؟ هذوك واش نديروهم؟ البقايا تاع الخبز هذا واش نديروهم؟ هاهي لا شابلير نديروه شويه في الفور كي نشوفوه يبدا يبس نحمصو ونرحو. فوالا هذه من البقايا تاع باندومي. اوكي. انا في الدار كي نخدم بالباندومي هذا نحب الوصفه هذه بزاف تجي بنينه. نديرو في الفور يتحمر شويه ومن بعد نفتوها كي تولي لي شابلير. ولا حاجه باش ما تضيعوش. حاجه ما تضيعوش كيما دوكا لا شابلير هذه راح نخدم بها باندومي. والبقايا هذوك ثاني عند المره الجايه نخدم بها. اوكي. برك وشنو لا شابلير كي نخدموها ديروها في في صاشي غلقوها مليح وخبوها باش ما تغمل لكمش وتخسر. ومن بعد حنا يهمنا اكثر شيء نشوفوا هذا المقادير الاخرى كيفاش راح تخلطهم تمزجهم مع بعض وتحشي بهم الخبز. آه. اوكي ان شاء الله. حنا نروحوا لايمان. ايمان مع دكتور حبي. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتوره، اهلا وسهلا بك. شكرا لك لطفي وشكرا لهشام كاستي. اذا مشاهدينا الكرام كما تعودتوك كل يوم اثنين تحضر معنا الدكتوره حبي الاخصائيه في طب الاطفال، وفي كل مره اخترنا موضوع مهم. اليوم حنتكلموا على مشكل يؤرق خاصة الأمهات ويصيب الأطفال في سن مبكرة. سنتكلم عن مشكل القمل لدى الأطفال من وجهة طبية ومن منظور دكتورة فايزة حبي. إذا دكتورة كما قلت هو مشكل أكثر منه، هو مش حالة مرضية على ما أعتقد ولا عارض صحي، وإنما مشكل يصيب تقريبا أغلب الأطفال في سن صغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألوغ حبيت نهضر على لي بو باسكو شغل مشكلات الرق صح سيرتو لي مامون. شوفي وكاين إيمان كاين بزاف لي مامون ما يقولوش لبابا بلي أنا صبت قملة عند وليدي. يخافوا. باسكو بوغ إل شغل سي تو مونك ديجيام، شغل ما نقاتلوش على بها مرض. ألوغ سي با فورسيمون لا فيغيتي. القملة وشن هي؟ سي أن باغازيت. ا بو بخي يدير واحد 1 مليمتر حتى 3 مليمتر. عنده 4 رجلين ما عندوش جناحتين، باسكو بزاف الناس يقول لك ينتقل يصوتي ولا يطير، زعما من راس واحد يطير للاخر. هي ما يطيرش ما عندوش الاجنحه، دونك القمله تمشي برك. كيفاش لا كونتاميناسيون؟ سي بار كونتاكت، معناتها حتى واحد باللم بلاصه قاست بلاصه القمله تنتقل ليها مشيا ما تقدرش تطير. دونك باش نحميو روحنا يعني ما نتعداوش سي فاسيل. اغلبيه الدراري كيفاش يتعداو؟ الدراري كيلعبوا يتلاصقوا راس اون جينيرال البنات اللي يمرضوه باسكو شعرهم طويل، من الاولاد كيف كيف عم يلعبوا راسهم يلصق هذا ينتقل لهذا. وبزاف المدارس اللي يرقدوا كيف كيف لاسيست في الكراش ولا لما يعلقوا المعاطف كيعلقوا المعاطف هذا فوق هذا، دونك تكون كاينه قمله في البوني ولا تنتقل للطفل. دونك ما يطيرش الا كان انسان ما عنده القمل وراكي واقفه قدامه مش راح يعديك الا ما لصقتيش في راسه. دونك هاي اللي كيفاش لو مود دو ترانسميسيون، كيفاش نشك وقتاش نشك باللي وليدي عنده القمل؟ سي الكراتاج، يبدا يحك قاعد حتى يحك راسه. من العادات الدراري ما يحكوش راسهم صوف كي تكون سخانه يعرق بزاف ما يحك شويه، مي اللي يكون عنده القمل لا يحك بزاف. دونك الحكان عندي كلكو فوتو هنا جبت تاع الدراري يحكوا، دونك الحكان هذاك انتبهي. كيفاش لو دياغنوستيك؟ كيفاش نفيقوا باللي عنده القمل؟ سي تري فاسيل، نطلو نروح نطلع على الراس تاع وليدي. لازم دابور نعرفوا القمله كيفاش دايره، ماذا بيا المخرج يدير لنا الصوره. اكيد راهو يعرض في الصوره لانه هنا ما ناش نشوفوا، لكن نشوفوه. هو راه دوك انا ما نقدرش نعرف واش راهم يشوفوا الناس. معليش الوغ القمله جايه صغيره قهوي مارون بصح دي فوا رايحه في لو غري، دونك قلنا واحد 1 مليمتر حتى 3 مليمتر سا ديبون لاج تاعها القمله. دونك نصيب القمله صغيره تمشي في راس الطفل الا بحثنا، الا كانوا بزاف نصيب، ولا كانت غير حبيبات هكا تقدر ما تصيبهمش. واش تصيب؟ تصيب الصيبان، الصيبان اللي هما لي لونت. الصيبانه كيفاش دايره؟ دايره كيف كاين صور تاع الصيبان. الصيبانه جايه كاين ناس اللي يعرفوها وكاين اللي عمرهم ما يعرفوهاش. تجي بيضه ان بلون ناكري بلون بيضه شويه تبريي ومبومبيا، سيتادير انت تشوفي وليدك عنده طاشه بيضاء في شعره. اسكو قمله اسكو قشره تاع الراس؟ كيفاش تفرقي بين اسكو قمله اسكو قشره؟ حنايا بالعاده نعرفوها لاسبي، ما هي الام ما تعرفش تصيب عفسه بيضاء في شعره واش دير؟ سيد تضربها بصبعها تخبط هذيك الحاجه البيضاء. الا طارت
ما عندها قشره ولا ما قدرتش تطيرها صافي ديغ لاصقه في الشعره ما تقدريش تنحيها غير الا جبتيها لو لون تاع الشعره هذه هي القمله باسكو لا بلوتو لا هي كيفاش دايره هذيك لا نوتو شنو هي حب البيضه اللي حطتها النمله باردون النمله مسكينه حطتها القمله دونك تحطها لاصقه في الشعره هكذا ما تطيرش دونك انت باش تنحيها لازم تزلقيها لو لون دي شوفو هكذا باش تنحيها هاي لك الفرق صبت عفسة بيضة نخبطها طارت صافي ديك قشرة ما طارت ليش ونحيتها غير كي درت هكذا هذه هي الصيبانة دونك إلا لقيت صيبان معناتها كاينة كاش قملة اللي راهي ولدت لداخل دونك اون دوا لي شيرشي سي با لا غروس بانيك يعني سي با غراف كي نصيبو قمل عند الدراري صغار على جال باسكو القمل تاع الراس ما يديرش مشاكل صحيه عكس القمل تاع لي كوغ باسكو كاين لي بو كاين لي بو تاع لو كوغ هذوك اللي يكونوا في لي غير وكاع هذاك يصير امراض كيما التيفوس ماشي نفس لا البق لا حاجه واحده اخرى حاجه واحده اخرى كيما التيفوس بكري يعني ماتوا الاف الناس سيتي اكوز دان بو دو كوغ هذاك ماناش نهضروا عليه هنا على لو بو دو شوفو ما يدير حتى مضاعفات ما يديرش امراض واش يقدر يدير لنا برك دي فوا لونفون تالمون يحك بزاف يجرح روحه وهذوك الجرحات يقدروا يلتهبوا يتقيحوا يولي له انام بيتيغو ان بيتيغو معناتها حبات هكا مقيحين في راسه ديجا حنا كي نصيبوا انام بيتيغو في الراس سافو ديغ كاين نقمل كالكو باغ تالمون حك بزاف سي لا سول كومبليكاسيون اللي تقدر تكون دوكا كيفاش نداويوه قبل باش نعرفوا كيفاش نداويو لازم نعرفوا لو سيكل تاع لو بو كيفاش تصرى كي تكون قمله وبيضت حطت حبه بيض في الشعر هذيك الحبه بيضة ابوبخي واحد سبع ايام ولا تفقس على سبع ايام من البيض هذيك تخرج لي قمله واحده اخرى صغيره تكبر بالعقل تقعد تبكي تكبر 10 ايام ابوبخي حتى ل 15 جور ومن بعد يكون فيه تزاوج باسكو يكبروا يكونوا انثى وذكر يكون فيه تزاوج والقمله بعد يومين بعد التزاوج يومين تبدا تولد دونك 15 يوم 14 يوم تعاود هي تقدر تبيض ويعاود يولي لو سيكل شحال تبيض قمله تبيض ابوبخي 10 بيضات يوميا 10 بيضات حسبي في الشهر شحال وحسبي كل هذوك ال 10 يبيضوا دونك تمتم يمشي دونك يفو لو تريتي رابيد كيفاش نداويوه لو تريتمون كاين نقولوا دو ميثود بكري كنا نستعملوا بزاف توسكي انسكتيسيد يعني مواد تقتل لي توكس فوالا سا دير دي انسكتيسيد مبيدات الحشرات مبيدات حشرات وتستعمل للشعر ما نهضرش في لي توكس بين بكري كانوا كاين امهات باش يديروا في لي توكس تخي توكسيك شوف هو واش يدير هو يلاتاك لو سيستيم نيرفو تاع القمله هذيك شغل يباراليزيها ما تقدرش تنفس تموت بصح هو كيما الا باراليزي لو سيستيم نيرفو تاع قمله يبا ياثر على السيستيم نيرفو تاع وليدك اتونسيون جامي نستعملوا فلي توكسين نستعملوه دائما في راس ولادنا يا يعني دي مامون اللي داروها وصرا بروبليم كبار ولادهم نو دونك هذوك الدواء اللي كنا نستعملوه بكري بلا ما نسميهم اللي يقتلوا القمل هذاك يقتل مبيد للحشرات الان رجعنا ما نحبوش نستعملوهم بزاف و اون بليس مع الاستعمال المكثف يسون ريزيستون القمل دوك ما ولاش يموت بهم استعمليهم كيما تحبي الولد يتاثر بهم وماشي ملاح وهكاك والقمل يبقى لان واش انا نستعملو بزاف نستعملو دي برودوي لي يغلف لي القمله يغلفها القملات عندها دي كانو اللي تتنفس منهم دونك كي نغلفها ما تقدرش تتنفس تموت فاجر تموت باغ ان افي ميكانيك فيزيائي يعني ماشي شيميك دونك هاد المواد واش نديرهم هما اون جينيرال سوائل نديروهم في الشعر نخلوهم هما يقول لك زعما ساعتين ما هي من الاحسن تخلي حتى 12 ساعه تغلف الشعر بيان بهم من بعد كي تنحيه كي تحكمو الكراطه لا فاموز كراطه اللي يعرفوها كاع الناس نكرط الشعر هي كي نكرط الشعر توجور جو دوا ميتخ ان لانج بلون ديرو حاجه بيضاء باسكو بعدا وحده ما تعرفش القمل ما تفيقش بلي راهو يطيح بصح كي دير ان دغا بلون كل ما تطيح قمله تصيبها باسكو كاين قمل يطيح ميت وكاين اللي يطيح مازالو عايش دونك الا كانت قمله طاحت يلفو لا ديتخويغ دونك تحط حاجه هكذا صفيحه ولا وترتقها هذيك القمله ما تخليهاش باسكو تقدر تعيش وتزيد تعاود بكري كانوا يفليو
ايه نخليو بيان سور يعني واش نديرو بيان سور حنا دوكا حد تجوز الكراطه الكراطه حنا بكري عندنا هادوك اون بلاستيك ملاح بصح لازم كي نشرو كراطه لازم نشروها لي دون تاعها هذوك لاصقين بيان لاصقين الا شريتيهم شويه عراض تهرب لك القمله دوك نكرطو هذه نهدر على الدواء دوك نكرط باش نطيح كاع هذوك اللي مراد بصح من بعد نفليل وشعرو بالعقل باسكو لي لونت ما يموتوش لي لونت لازم ننحوهم بالوحده ومن بعد هذه العمليه نعاودوها اونتر 7 ايام جوغ حتى ل 10 ايام نعاودوها وعلاش باسكو هنايا راني قتلت القمله ما قتلتش البيضه واني فليت له سي فغي بصح الا راحت لي قعدت لي حبه بيض تعاود تفقس دونك نستنى هذيك البيضه تفقس كي تفقس تولي لي قمله نقتلها قبل ما تعاود تولي تولد سي بوغ سا الا ما عاودتيش العمليه 14 مش نقولوا بين 7 ايام و10 من الاحسن من 10 ايام الا ما عاودتيهاش ما درتي والو دونك كي نديروها نعاودو اون اوتر فوا ونعاودو اون اوتر فوا دركا بازون بكري فوق الاستعمار الدراري كامل قريب كامل كانوا بالقمل باش قضاو على القمل بكري ما كان عندهم نيدواني والو سيتي الخل الكراطة والصبر يعني ظل وليدها فوق حجرها وتفليلو الخل الي تخي بيان الخل واش يدير يدوخ القمله بس كيفو صافوغ كو كي تكوني زعما انتي تكرطي من غير دواء مازال ما داويتيش وليدك راكي تكرطي له على بالك القمله تهرب للباني تهرب لك للمشطه الخل يدوخها صافي شغل تولي مصروعات تقدري توفى لك بلوس دونك اللي ما حبش يدير دواء ولا سي بوسيبل نديرو الخل وشنو الخل واش نديرو نعمرو له شعرو شويه ولا نحكمو هذيك الكراطه نغطسها في الخل وبها اللي نكرط وشنو نكرط شعر دو مانيغ منتظمه يعني شغل وحده راهي دير سيشوار تحكم اون ماش باغ ماش ماشي تحكم له شعرو بالاجمالي ودير ما تخرج والو عندنا دوطخ زاستيس كيف كيف واش نديرو كاين اللي نديرو بكري تاني كانوا يديروا بزاف الزيت تأمر له شعره بزيت الزيتون يبات به وشنو نديروا انساك هنا المبتغى وراه الزيت كيف كيف راح يغلف القمله ما يخليهاش تنفس بيان سور ما تخليش شعره في الهواء غلقيه له دون انساك ولا امبوني اللي عندها امبوني او بلاستيك تتغم هذيك القمله تموت كاين اون اوتر استيوس وانا جربتها سي لا مايونيز مايونيز فات ميزون بصح نديروها في الدار بيض شوفي المايونيز واش فيها فيها البيض اللي هو يعني سيت ماسك لي شوفو مليح فيها الزيت كيف كيف مليح الشعر وفيها الفينيغ مليح للشعر دونك في مايونيز ميزون نديروها في الدار بصح نكثروا الجون دوف ندير بليزيوغ ماشي وحده بليزيوغ جون دوف نطلعهم بيا كيما طلعوا مايونيز وشنو الزيت ما نديرش كي تبدا تطلع لي برك نحبس يعني ماذا بيا يكون فيها الجون دوف اكثر من الزيت ومن بعد ندير لها شويه خل علاش ماذا بيا يكون الجون دوف كي ديريها انت تو لابلي كوم ماسك شغل درتي ماسك لشعرك لو بجون دوف هذاك ينشف بالخف الزيت ما ينشفش الزيت يبدا يتقاطر يعني سي با توخر كاع الفراش الوغ كو هنا لو جون دوف واحد 3 زور دو طون ابخي ولا يكون يبث سافو ديغ راح يغم هذاك لو بو بوغ دو فغي غدوه من ذاك الصباح كرطي له مليح لوليدك كيما فهمنا بالكراطه كيف كيف ندير لها الخل نكرط بيان وتغسل له وتعاود تفلي له باش نفليه ونفليه دوفون لا لوميير دو جور يعني قدام الطاقه ماشي ضو مغموم ما يبان لهاش ما تبري لهاش هذيك لا تفلي له تنحيه له تعاود لا ميم اوبيراسيون مليح كي تعاودها 7 ايام و14 يوم سي انكور ميو وتقضي عليه نهائي كاين مباشره دكتور راح يقطعوا شعر ولادهم ولا بناتهم هل قص الشعر يساعد ولا ما عندوش الوغ شوفي هي القمله وراهي حقها فوالا القمله باش تتغدى ما هو غذاؤها القمله غذاؤها الفروه تاع الشعر تاعنا تروح تمص لنا الدم تاعنا ديجا الصوره اللي كنت جافي بريفي نوريها تاع القمله كنت انتبهوا هي شويه ترونسبارونت الداخل معمره دم دونك القمله تتغذى من لا غاسين تاع شعرنا دونك وين تعيش تعيش في هذوك لي 2 سنتيمتر تاع الشعره ما تعيش لكش في لي بوينت دونك وراهي راهي سورتو هنا دونك انت كي تقطعي لي بوينت وخرتي شعرها في بطل كي تكون كاينه اون انفازيون يعني غزو تاع القمل اللي تصيبيه لتحت مي هو كي يكون بصفه معتدله يكون الي لا دونك ميم كي تقطعي لها شعرها مسكينه ما وصحيح المفهوم لا ادري اذا كان خاطئ ولا صح يقول لك القمل عنده دوره انه ينشط الدوره الدمويه في لا لا ما ينشط مع والو ما عنده حتى علاقه ما نبداوش نصيبوا له كنا نقراو على مواقع يعني احيانا واحد المفاهيم خاطئه شوفي هي لا باسكو الطفل يحك يضل يحك
لو فيت اللي يضل يحك سادي هو اللي راه يدير دي ماساج شعرو سي با سا هي ليدي نعرفوا بلي القمل اي ني با دونجور سي تادير ماشي باش نقتل انايا حشره صغيره اللي ماشي حتضرني بزاف نستعمل ادويه اللي راح تضرني فهمتيني كيما شغل كيما باغ اكزومبل واحد العالم يقول لك حبذا لو راني ناكل التفاح كيما كنت ناكلو كي كون صغير من داك تكون كاينه فيه دوده على انني راني ناكلو كاع لي برودوي شيميك اللي راهو مغلف بهم الدوده عمرها ما قتلت واحد من برودوي شيميك بالطوله راهم يديرونا اثارات كيف كيف القمله ماشي حتضر وليدك بصح هادوك لي برودوي كاين دي مامون تستعمل الادويه اللي قلت عليهم هادوك نيوروتوكسيك وقائي تقول لك نستعملو باش ما يجوهش نو جامي نديرو وقائي وقائي ندير واش راني نهضر طبيعي بصح دواء نو غير كي يمرض لي باش ندير عندنا كيلكو استوس كاين دي ريبولسون سا دي مواد ما يحبهمش القمله كيما لا لافوند الخزامه بزاف الناس يعرفوا ليكستري دو لافوند مليح نشروه البنات نديرو لهم قطرات في الشوشو تاع شعرهم دونك سي اون اودور ما يحبهاش القمل ما يسكنش ولا نديرو شويه قطرات هكا دي غوت مور الودن بصح ننبه لي مامون بور لي زونفون او دولا دو 3 زون تحت 3 سنوات ما نعرفوش المفعول تاعهم هذو لي 3 سنوات يقدر يصيب القمل طفل تحت بيان سور عادي ميم نوفوني نوفوني يقدر ايه يعني اي لاج بصح هذوما لافوند نديروها لي من 3 سنوات الفوق وتساعد تساعد ندير في البوني ندير في لاكابيش تاع الطفل ونديروا له ديغيغ لو سوا ديغيغ لوغاي ولا البنات في الشوشو تاع شعرهم مي من 3 سنوات الفوق هذه يساعد بزاف في لي بيغالو يكونوا يعني في هذا الذي مخلطين وتبقى يعني ما كاش طفل ما جاش على القمل حاجه يعني عاديه ماشي جدا ماشي ماشي عيب كما قلتي ما عندهاش علاقه تماما بعدم النظافه ولا با جيتو با جيتو اذا وصلنا لختام هذه الفقره شكرا لك استفدنا كثير منك دكتوره كالعاده وان شاء الله نتلاقاو قريبا تفضل لطفي اوكي ما انا حبيت الاغنيه الاصاله المصريه في قناه الذكريات اللي سجلت اسم حبيبها اللي خان احنا نسجلوا في قناه الذكريات انشطه كل شبابنا الواعد اللي ينشط في العديد والكثير من المجالات حركه المجتمع المدني عندها نصيب في برنامجنا الصباحي وبسمه امل حاضره معنا اليوم بحضور رئيسها خميزات عبد الكريم هو امين خميلي هو عضو ناشط في الجمعيه مرحبا بكم مرحبا بك لطفي نورتونا الله يبارك فيك ميرسي بوك على الانفيتي اذا اليوم راح نديروا اضاءه حول كل الانشطه اللي برمجتها بسمه امل خلال جائحه كورونا لكن بعد ما نستمتعوا مع الاكلات والاطباق ونتعرفوا على الوصفات اللي جابها لنا هشام كاستي ونشوفوا تفاصيلها لطفي من بسمه امل هناك الكثير من الاشخاص يجدون البسمه في المطبخ لطفي واليوم اكيد راح يلقاو البسمه مع الوصفات اللي جابها لنا هشام كاستي هشام كنا شفنا هاد الباندومي راك قريت الباندومي فوالا واش درت له؟ انا حسبت لي سكالوباني على بالي سكالوباني فوالا الباندومي واش نديرو؟ نفتحو بلان بوغتي بياس ندور بعد واش نديرو؟ نديرو في البيض كان درت ربع حبات بيض شويه فلفل كحل ملح نخلطو مليح البيض تاعنا نديرو في البيض لا شابلير ونقلوه كي تقلوه انا قسمتو اون دو كي تقسمو اون دو فوالا تفتحوه في الوسط يجي كيما لي بيني يجي فارغ لداخل كي تشوفي باندومي تقولي كي تشوفي هكذا تقولي هذا حيت ما يتفتحش ايه فوالا هو يتفتح برك وشنو كي تقلوه كي تقلوه راح تفتح يولي لكم كيما لي بيني تقسموها اون دو ومن بعد انا هذا واش ندلو ندلو الحشو تاع الحشو اختياري يعني حندلو شي فيه اليوم؟ انا حندلو شويه خضار شويه طوماطيش شويه تاع زيتون الطون فروماج لا سالاد المهم ميلونج ندلو نديرو شي كل واحد ميلونج كل واحد واش يحب اختياري فوالا كيفاش يجي والحبه هكذا تجي ولا حبيتو تخلوها مدوره هكذا قطعوها شويه صغيره فوالا شوف كيفاش نفتح في الوسط ايمان برك وشنو شنو كان دير نوريكم وحده كيفاش يخدموا دقيقه برك هشام شوفوا ما لاحظتي والو ما لاحظتي والو ما لاحظتش ايمان هشام ملي شكرناه في البيني ايه اطباقه كامل شبه البيني صح ولا لا؟ راح نشوفوا اليوم نشكروه ولا لا؟ اقدر لطفي لا يعطيك الصحة مبدع دائما يسلمك نو هادو دي ساندويتش ايمان فوالا دي ساندويتش زعما ما صابوا شويه شي يديروا ولا شوف غير الباندومي هكذا ما يكسروش راسهم ما يكسروش راسهم كاع فوالا كيما راك تشوف فكرة جديدة نديرو في البيض نديرو في لاشابلير ونديروها في الزيت تكون سخون فوالا ما تشدش وقت ما تشدش الوقت 30 سكوند تطيب عمرتها مليح بالزيت فوالا نعمروا المقلة شوية مليح بالزيت قلت لك سيستم بيني
بستان بيني كيما نقولوا البيني نقولوا بان دو ميتا. هذا يندار غير صالي ما تقدرش ديرو سيكري. تقدري ديري سيكري تقدري. سهلين. حبي ديريه بنيتي لا داخل ولا باي حاجه حبيتي تعمريه لداخل تعمريه. كما قلت للاسف الشواطئ مغلوقين بصح لو كان ملاح البحر. ملاح البحر قلت لك مع العشيه هكذا ولا قلت لك ما صبتوش واش دير ولا شي بان دو ميتا دروك الصيف. الانسان يحب ياكل حاجه خفيفه. فوالو. فوالاك باش يطيبوا. الدراري يحبوهم بزاف. كي تكثروا لها الزيت يطيبوا ملاح منفخين فوالا كيفاش يجوا. يجوا منفخين فوالا نزيد نوري معاكم وحده. تحكموا البان دو مي تاعكم اللي تكونوا قطعتوه بلان فورت بياس فوالا وتكونوا حليتوه بالحلال مليح. نديروه في البيض هكا غير شويه شويه ما تكثرولوش البيض. هكا نديروه في البيض ومن بعد نديروه ديريكت في لاشابلور. هكذا برك وشنو كي تروحوا ترفدوه لا لا بيض شابلير ولا شابلير هذيك كنت ديجا كي خدمت الباندومي لا شابلير هذيك الطراف اللي بقاو لي واش درتهم درتهم في الكوشه ومن بعد رحيتهم ولاو لي شابلير فوالا كيما راهي نديرها ديرك داخل الزيت نفس حاجه سهله ما تشدش اليد وبالخف تخدموه كي ديروهم داخل المقله تاعكم ولا هكا كسرونه ولا قيسوا لهم فوقهم الزيت. اوكي. يعطيك الصحة هشام. يسلمك إيمان. شكرا جزيلا لك، راح نقعد نعاونك شوية، نعطي الكلمة للطفية عيش. مرحبا وسهلا، إذا مرحبا وسهلا بكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناتنا الشروق العام وبرنامجنا الصباحي صباح الشروق، متواجدين بمركز المعالجة بمياه البحر لاستعراض برنامجنا الصباحي الخدماتي المباشر. تتفاعلوا معنا من خلال رقم التليفون، يا ريت تسمعونا اصواتكم، رقمنا في خدمه الجميع حتى صفحتنا الرسميه في خدمه الكل. الجمعيات ناشطه في مختلف المجالات ايضا في خدمه المواطن الجزائري، في الظروف الحاليه يكون عندهم حضور مميز ونشاط مكثف. جائحه كورونا، هذا الوباء اللي ندعو الله عز وجل ان يرفع عنا هذا الوباء اللي يغير من نمط حياتنا، صرنا ننظر الحياه نظره مغايره، حتى الجمعيات برمجت وكيفت انشطتها وغيرت من الاهداف الرئيسه للجمعيه تماشيا مع الاوضاع التي تعيشها الجزائر كباقي بلدان العالم. بسمه امل جمعيه حاضره معنا نهار اليوم بحضور رئيسها خميسات عبد الكريم. صباح الخير. اهلا نورتنا في حضورك. انت وامين تمثلوا اعضاء جمعيه بسمه امل. بدايه عبد الكريم خلينا نتعرفوا على ابرز الانشطه والاهداف اللي مستطرتها الجمعيه. واش ندير فيها؟ غيروا برك الميكروفونات هكذا باش احسن. قلت لك لطفي اصعب مرحله اللي رانا نجوزوا بها هذه المرحلة تاع الكوفيد الكورونا ما نقدرش نوصف لك اش رانا نسوفريو. الناس كش راهي تسوفري، الجمعية كش راهي تسوفريو، وطحنا في ناس حسبي الله ونعم الوكيل فيها كاتاستروف. تاجر في اكسجين، سبحان الله العظيم تاجر في اكسجين. احنا رانا نسعاو للناس، رانا نسعاو للخير. انت تلحق وين انسان يروح يعمر قرعة اكسجين يعمرها مع باش انا ب 3 ملايين ولا يروح يبيعها ب 17 مليون 20 مليون. يا هل ترى انت انسان؟ كيفاش تتعاملوا مع هذا الوضع اللي راهي تعيشه للاسف الجزائر السوق السوداء؟ انتم كجمعيات منين تجيبوا الاكسجين؟ تجيبوه من المصدر الرئيس نتاعها ولا تروحوا للتجار التجاره السوداء؟ شوف والله العظيم احنا ربي يبارك فيه المدير تاع اولاد موسى اللي ينتج الاكسجين يكثر الف خيره. في الديبي كان مساعد كاع الناس، بصح من بعد ولات فيها الناس هذو اللي تاجروا مي كاتاستروف. غلق على الناس، ماشي غلق على الناس، دوك لازم لك بار اكزومبل كيما نقولوا حنايا وصفه من عند طبيب باش يقدر يعمر لك. احنا الجمعيات ولات عندنا صعوبه كبيره. يعني دوك ولات الحياه تشترى بالمال. يعطينا صح. ربي اعطانا حق الحياه جميعا، دوك ولا المرفه يعيش والقليل يموت. يعطينا صح. ولات هكذاك، مي لطفي اسمح لي، انا عبك انا حاجه اللي راهي محيرتني وغايدتني بزاف كيما يقول لك قلبي راه معمر منها. انه هادو الناس تاجر في ارواح الناس. طيب خلينا عبد الكريم نحكيو على الجمعيه، وقتاش تاسست الجمعيه؟ الجمعيه تاسست في 2015. هي جمعيه ماشي مجموعه. نو جمعيه. اوكي. جمعيه خيريه، جمعيه خيريه اسعافيه ثقافيه،
والحمد لله درنا بزاف نشاطات، من بينهم زرنا دار العجازة ليمنى، كاين بزاف من الناس محتاجين لزوبيراسيون ما قدروش يديروهم في البلاد، الحمد لله ربي وفقنا وين لحقنا باش درنا لهم. هذه قبل الكورونا. هذه قبل الكورونا. ايه كاين كما نقول لك حنايا كاين ذوي الاحتياجات الخاصة، كاين مخصوصين بزاف. هادو كاين تساعدوهم بيان سور. مازال كتساعدوهم ولا راكم مركزين برك على الكوفيد؟ هاد الخطرة رانا مركزين على الكوفيد برك، باسكو الناس راهي محتاجة الأخ لطفي، الناس راهي تموت، الأكسجين ما كاش في السبيطارات. سبحان الله كاين تروحنا حنا نروحوا نسقسوا الناس يقول لي عندي أربع أيام وأنا بايت هنا. أنتم وين المقر تاع الجمعية؟ حنا المقر تاعنا في مركز ثقافي في سيدي موسى. في سيدي موسى. نعم. عمه. أمين هو عضو من أعضاء الجمعية. عضو معايا. وقتاش انضميت للجمعية أمين؟ يعني بعد ما تأسست الجمعية، وش سبب انضمامك للجمعية؟ نعاون باللي نقدر، نحب نعاون الناس، هذه شغل حاجة فيا أنا، ماشي لاكاركير ديالي داير هكذا، شغل نعاون الناس. تحب دير الخير. والجمعية سهلت لك باش دير الخير؟ سهلت لي باش انضميت مع أخ كريم وقال لي أمين مرحبا بك، دخلت معاه وبالحاجة اللي نقدر. أول مرة سمعت باللي كاين جمعية بسمة أمل، وقتاش؟ كيفاش حتى عرفت أنه فيه جمعية بسمة أمل؟ ولا انتم اصحاب جيران؟ جاري اوكي. به هو باش دخلت انايا بالحاجه كما نقول لك، حاجه اللي نقدروا نديروها نديروها امام اي واحد محتاج، من باب الانسانيه كما يقول لك، لازم الانسان يقدر يدير حاجه يديرها هكذا. وماذا بينا ان شاء الله ما نكونوش غير في كورونا، مام ابري كورونا ان شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء، وان شاء الله ابري ان شاء الله نبقاو نزيدوا نتعاونوا حنا، ما ناخذ ما نشوفوش الحل لي كوتي تاع غير الدوله، كي نعاونوا بعضنا حنايا ومن بعد تسهل الدوله، ومن بعد كي تشوفنا حنا ولينا نعاونوا بعضنا هي تولي اوتوماتيك متعاونه. بزاف عائلات راه مضرورين، مضرورين يعني حتى الناس اللي تدير الخير، ربما في ظل هذا الحاجه اللي تعيشها المجتمعات والاسر الجزائريه بالاخص، مازال فيه خير؟ مازال الناس تصدق؟ مازال الناس تتبرع؟ الحمد لله كاين ناس، كاين ولا تشوف انه في الازمه هذه وين زاد الخير؟ لا الحمد لله كاين ناس الخير، كاين اللي كما نقولوا احنا رجال الخفاء تاع اللي يجي يبعث لك حاجه خويا هاك هادي عاون بها الناس، دايرين فيها تيا دايرين فينا تيا كثر خيرهم. مي دوكا صعابت بزاف اخ لطفي، ما كانتش كيما من قبل، صعابت بزاف ماشي شويه بزاف. حنا انا راني في الدومان وصاحبي امين راه في الدومان، وكاين بزاف جمعيات من بينهم عباد الخير، هذه عباد الخير يكثر الف خيرهم، يسعى ويجروا ويحسوا. يعني تعاونوا بيناتكم، كاين تنسيق بين الجمعيات، كاين تناسق بين الجمعيات. عباد الخير هذا الاخ حمزه نحيوه وياسر ربي يبارك فيه، واقفين يكثر الف خيرهم. صدقني يا لطفي، صدق ولا ما تصدقش، غير راني يوميا ندخل على الوحده تاع الصباح، يوميا ندخل على الوحده تاع الصباح، سبحان الله العظيم. ولا يعني نفس المشاكل كل يوم؟ نفس المشاكل، يتاجروا في الاكسجين، يتاجروا في لوفينوكس، لوفينوكس راهي ما كاش، حلال، باسكو كاين عباد الناس هادو يروحوا يشروهم بدراهم ويعاودوا لهم البيع، لوفينوكس دير 120,000 تبيعها 250، الكفن سبحان الله الكفن كان يدير 100,000 ويدير 300,000، القبور راهم يحفروهم بدراهم. سنادق تاع الموتى ما كاش يبيعوهم بدراهم. وين رانا رايحين خويا العزيز؟ يعني نتاسفوا على هذا سبحان الله عبك باللي الوضعيه. انتم دركا كي تواجهوا هذه المشاكل يوميا، منين راكم تجيبوا الاموال؟ يعني المساعده تساعدوا برك بالجهد العضلي نتاعكم ولا حتى بالجهد المادي؟ بالجهد العضلي وبالجهد المادي، والحمد لله يا ربي كاين الناس خير بزاف يجوا يعاونونا. يجي لك يعطي لك 50 100 200 مليون يكثر الف خيرهم. مشكل باش تعالجوا شحال تقعدوا معاه؟ زعما يكون عندكم شخص محتاج شحال تقعدوا باش توفروا له الحاجه تاعو؟ والله شوف حنا نسعاو من داك يومين من داك ثلاث ايام على حسب لو كات دي فوا دي فوا لما نصيبو زعما قرعه زعما اوكسجين دخل نديرو لها روبير راك فاهم، انت تجي محتاج تجي تقصدنا قلنا خاوتي شوفوا لك شعب حنا وتروحوا تشوفوا الحاله، كنا فاتحين باب واحد كيجي يطلب اوكسجين حنا نخدموا قبل بلا ما تكون محتاجك فهمني. ايه ومن بعد كي تكون انت تقصدني دوك باغ اكزومبل ندير لك طريق فهمني، شغل نبين لك بلاصه باغ اكزومبل. دوك انسان من زيرالدا منا يدوموندي يقرا اكسجين، وانا على بالي في ولاد موسى كاين لا ديستونس. اي واحد يطلب اكسجين تمدوا له ولا تروحوا تشوفوا ولا تتحققوا؟ نديروا البوسيب تاعنا باسكو حنا نشوفوا اللي دوك حنا دوك حنا دوك كي نروحوا دوك نتاكدوا من الحاله باللي كاين صح باللي كاينه باغ اكزومبل. الانسان نتصلوا نشوفوا واحد محتاج ولا نروحوا حنا ثاني نروحوا ليه ولا هو يحوس يقول لي جمعيه بسمه امل هذه يجي يشوف. قرب برك الميكروفون يعني. يقول لك باغ اكزومبل الاخ زعما دوك انت مخصوص باش انا مخصوص هاك مخصوص قدر الله صندوق دوك حنا داير في راسي صندوق وين فهمت؟
نتي انا نروح للسيد انا نجيبه له نقول له خويا تفضل فاتني فهم تما حنا نفتحوا البيلان دوك حنا نبقى نشوفوا قبل ما يحتاج الانسان فهمني تقول لك كاين عفايس اللي نقدروا نديرهم قبل ما يكون محتاجين عبد الكريم كيفاش تتحكموا في عدد الطلبات اللي يجيوكم اكون منظمين نفوسكم اداريا تسجلوا الاشخاص اللي يجوا يطلبوا تسجلوا واش خرجتوا من 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 اموال بيان سير بون دوك حنا حنا كي تعاوننا حنا ماذا بينا نوروا لهم دراهمهم من اميرا باسكو كاين اشباه اللي راه انا هذا السيد اللي فار اكزومبل اللي راهو داير جمعيه ويقول بلي انا جمعيه وراح يستغل الوضع ويدي انا هذاك ما يمثلنيش انا هذاك ما يمثلش الجمعيه انا كاين بزاف ناس يقول لي الو عبد الكريم خدم لي اوتوريزاسيون نعطي لك مليون انا ما نخدملكش اوتوريزاسيون باش تروح دير بها عفسه واحده اخرى فهمتني ولاو يتاجروا حتى في السياره بيان سير بيان سير يتاجروا في ليتوريزاسيون يتاجروا في العباد يتاجروا ما خاص غير يقولوا يبيعوا العباد ديريكتومون اروح نبيع لك بنا نبيع اداريا عندكم تسهيلات باش تتحركوا انتم الشباب الحمد لله وشحال عدد الاعضاء دوكا ولا حنا رانا دوكا في 23 23 العدد نقص خلال جائحه كورونا ولا زاد؟ الحمد لله زاد 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 الحمد لله ورانا شوف انا حاجه اللي راهي غايدتني في البلاد هذه كاع اللي غايدتني بزاف ومن داك حتى وين الدمعه طيح لي انه الناس هادو ولات ما فيهمش رحمه ولات ما فيهمش رحمه خويا العزيز ولات يتاجروا في نفسي العيبة. نفسي ثم نفسي ولو بزاف نفسي الناس يخموا في انفسهم وما يخموش في الاخر لا حول ولا قوه الا بالله. طيب بالنسبه لجائحه كورونا راكم منشغلين برك مع الوباء هل من انشطه اخرى خارج جائحة كورونا؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي ينقص علينا الوباء هذا ان شاء الله ربي يبعده علينا مع الوقت ان شاء الله اي انسان نقدروا نعاونوه ما نبخلوش فيه بالشيء اللي نقدروا والرياضة عبد الكريم مازالك تمارس وي بيان سير إذا شفتوا عليه مشاهدينا كان كوتش معنا في صباح الشروق الرياضة لازم مازالك مع الرياضة بيان سير لازم يعطيكم الصحة نورتونا عبد الكريم شكرا لك تحية لكل الشباب اللي ينشط معك في جمعية بسمة أمل شكرا لك أمين نورتنا في حضورك أيضا كاين ناس برك حبيت نوجه لهم تحية باسكو يستاهلوا بزاف سيك إبراهيم خيميلي الأخ تاعو راهم عاوننا بزاف بزاف ورضا القرع ربي يبارك فيه ان شاء الله ربي يبارك فيه وحمد ربي يبارك فيه احمد تريدي ربي يقدر وربي يبارك فيه وسمع صفحتكم على الفيسبوك كنت شاركتي بها اللي هي المراه في افريقيا في افريقيا احكي لنا على هاد التجربه وهذا الفوز بهذه الجائزه والله تجربة علي معاشي تجربة فريدة من نوعها بحيث انه حافز كبير وتشجيع وحاجة كما تخلي الواحد يزيد اكثر ويقدر يمد يحلم بها كل الشباب المبدع اكيد صح ايه. صح احكي لنا على بدايتك مع الجائزة وقتاش سمعتي باللي فيه جائزة الخطوات اللي قمتي بها والتحضيرات وعلاش اخترتي موضوع المرأة الافريقية انا مش اول مره نشارك في جائزه رئيس الجمهوريه شاركت فيها في 2017 وما حالفنيش الحظ باه نربح وش من لوحه شاركتي بها شاركت بلوحه عنوانها اصبر لوكيميا لوكيميا هيا ومن بعد في 2020 قررت انه نشارك بحيث انه كنا في فتره كورونا وحجر صحي وكذا هيا قلت عندي اللوحه هذه تاع مرأة في افريقيا قلت نجرب حظي يا جات يا راحت جربت حظي وبطبيعة الحال ما كنتش نستنى باللي يعيطوا لي ونربح ونسيتها كاع لوحتها ونسيتها حتى عيطوا لي في التليفون قالوا لي شوت لنا الهدى معك من الوزارة راكي ربحتي معنا في جائزة رئيس الجمهورية قلت لهم شكون أنا فرحة كبيرة كانت قصدي ما توقعتش أصلا بي أصلا نسيت لأني شاركت حتى جيت هنا وما توقعتش بي نربح المرتبة الأولى ثاني كانوا بزاف التشكيليين اللي شاركوا أكيد أصلا المنافسة عليها قوية هذه المسابقة ومن بعد كي جينا هنا في المسرح الوطني ايه المسرح عرفنا المراتب جاتنا صدمه قالوا لك راكي فزتي بصح ما قالوش المرتبه اي قولها انا قال المسرح كي قالوا لي المرتبه الاولى كش قول لها اها للاسف ما عندناش الصوره تاع اللوحه لكن اللوحه تستحق لوحه جميله جدا تمثل المراه في افريقيا شحال كان عندك من رسمتي اللوحه باش شاركتي فيها هي لوحه كانت عندك قديمه ولا اللوحه مرسومه في 2015 2015 ايه ولا المرأة حقيقية اللي رسمتيها ولا من الخيال؟ نو مش من الخيال صورة حقيقية ولصقتهم في بعضهم وجملتهم في لوحة انطباعية. اوكي. فيها أطفال نشرتهم اليونيسيف في أفريقيا وفيها هذيك ملكة جمال السودان وفيها سفيرة السلام في أفريقيا تشكل شخصيات ودرتهم مع بعضهم كاع في لوحة. هو عمل إنساني صح؟ أكيد. هو تشوفي أنه هذا هو الشيء اللي خلاك تربحي بالجائزة؟ ممكن. الموضوع اللي عالجتيه؟ ممكن موضوع. ولا الرسمة بذاتها والتقنيات اللي استعملتيهم؟ في زوج.
رسمة جميلة وتستحق عليها كل الجوائز. شكرا. الرسم درستيه نور الهدى ولا هو هواية موهبة يعني؟ هي طبيعة الحال ما كاش حاجة اسمها موهبة ولا هواية، كاين حاجة انه واحد يحب الحاجة ويمارسها ويتعلم عليها ويجتهد فيها. هي الاجتهاد كاين لكن الموهبة تكون فقط تكون نحتاجها بالاجتهاد. كون ما تعودش موهبة ما يكونش هي الوقود. صح. عندك مدرسة اخترتيها ولا عصامية؟ أنا عصامية بصح قصدي نخدم الواقعية. أوكي. نخدم أعمالي واقعية ولا انطباعية. شكون من الفنانين الجزائريين ربما أو حتى العالميين اللي أثروا في مسارك الفني وخلاوك ربما تغيري مفهومك للرسمة؟ ممكن ما كاينش زعما فنانين قصدي تاثرت بهم، والله كاين فنانين هزيت عليهم تعلمت عليهم شكون قلدتهم حتى وليت تقليت باسلوب خاص. شكون هما معروفين؟ مثلا ايتيان ديني. مثلا جيرالد كاين قصدي مستشرقين ياسر تعلمت عليهم. ايتيان ديني لانه من منطقه مسعاد. من المنطقه طبعا، وانا بحكم اني بديت في سن صغيره ياسر تسمى هذاك اللي هذاك من حالات عينيه. هو فخر. مساعده تلهم الرسامين. لا وحتى ايتيان ديني هو فخر كل الجزائريين بالاخص سكان منطقه بوسعاد. صح. ترسمي فقط وجوه ولا تحبي ترسمي الطبيعه ايضا؟ والله انا قصدي كنت عندي تجارب في كل المدارس، جربتهم كاع، جربت التجريدي، جربت الطبيعه، جربتهم كاع ايتيان. وين لقيتي راحتك؟ في الانطباعي وفي الواقعي. تستعملي انت الريشه؟ اكيد. البداية كانت مباشره مع الريشه ولا استعملتي وظفتي القلم؟ وظفت القلم في بدايه لانه اصلا لاباز كاع في القلم. صح. بعد من القلم بعد تقدر تطور، وانا اصلا بديت بالقلم وبعد وليت في الالوان في البنتوره وفي ما فكرتيش ديري تشارك معرض ولا ديري معرض خاص بيك بلوحاتك؟ درنا معارض خاصه، درنا في فيلا عبد اللطيف درنا معرض. ما شاء الله راكي ناشطه الله يبارك. الحمد لله. وفي في بوسعاده عارفين انه عندهم عندهم فنانه تشكيليه؟ اكيد يعرفوني كاع الحمد لله. الحمد لله. واش اضافت لك في مسيرتك الفوز بهذه الجائزه المنهوله؟ اضافت لي شغل الكثير، شغل حفزتني وبدلوا فيا ياسر حوايج. تاثير معنوي برك ولا حتى ماديا؟ لا معنوي اكثريه معنوي. ما فيش مرافقه من عند الفنانين من الدوله ربما للشباب اللي فازوا بالجائزه؟ كاينين وكاينين ياسر اللي دعمونا وفرحوا بينا شغل شجعونا. نظموا لكم معارض؟ نظمنا معارض وديجا عندنا اصلا مشاركات قبل علي معاشي وبعد علي معاشي. وانا اصلا قبل مع علي معاشي في 2017 جبت المرتبه الثالثه عربيا في القاهره. ما شاء الله. يعني شاركتي في عده مسابقات قبل علي معاشي؟ عندي سوسيتي جينيرال في القاهره، عندي في فرنسا، عندي في المان، في كل بلايص. سافروا لوحاتك ولا انت سافرتي معاهم؟ والمسابقات. اوه اوكي. ما شاء الله عليك. انت بالاضافه للرسم وش دير نور الهدى في حياتها؟ وشنو تخصصك؟ انا خريجه جامعه محمد بوضيع تخصص ماليه ومحاسبه. ما شاء الله. يعني تدققي في السعر الالوان والريشه، شحال تكلفك لوحه زيتيه؟ تكلف طبيعة الحال اصلا هنايا عندنا تقتصدي في الالوان كما تقتصدي في الاموال ولا لا؟ بالعكس نخدم كون عدت عندي الالوان بوفره ونحس من وقت نقدرش نخدم، لكن عدت كلش متوفر قدامي فنعود نخدم باريحيه. شحال تسقام لك نقولوا لوحه مثلا المراه في افريقيا، شحال تسقام لك ماديا ومعنويا من حيث الوقت؟ الوقت هي تشد بحكم انه المراه في افريقيا مخدومه بالوان زيتيه. واكيد هي تشد. والماديا ما نحكوش كلش قالي تقريبا. ايه كلش قالي هنا تقريبا تسقام في مليون ونص جملين كيوالو في اللوحه الواحده. لكن قيمتها المعنويات انه فورمه كبيره. ايه صح صح صح. البيئه اللي عايشه فيها كما اثرت على ايتيان ديني اثرت عليك انت اكيد كفنانه وتنقلي الوسط اللي عايشه فيه من خلال الريشه؟ اكيد ننقل اصلا ابن البيئه تاعو الفنان. صح. يتغذى على المناظر اللي يشوف فيها، على الحوايج اللي يشوف فيها، ويحاول يحاول بطريقته انه يحولها لاعمال فنيه. علاش سالت سؤالي؟ لانه ايتيان ديني من الفنانين العالميين اللي عاش بوسعاده. صح. يعني مد عمره كله لبوسعاده، جسدها من خلال لوحاته، شخصيات اللي عايشها خلال فتره حياته وتواجده في بوسعاده. بالنسبه لك انت راح تختصي مع انه الفنان يختص باقليم معين ولا لا انت من الشباب اللي يحبوا يرسموا كل شيء؟ لازم ما لازمش واحد يتقيد، ما لازمش واحد يتقيد فيه، لازم يحاول من ده مخه هذاك هو، لازمش زعما يقعد في بلاصه واحده ولا
الفكره كملي فكرتك. كنت حابه نقول هذو تي المراه في افريقيا ما حبيتيش ما تحبيش وكان ديري المراه في بوسعاده، لانه المراه البوسعاديه بهذاك زيها الجميل وتقاسيم وجهها الجميله يعني تستاهل انك ديري لها. خادمه اعمال على بوسعاده، عندي ياسر اعمال بوسعاده، عندي رباعيه مشايخ بلدتي، عندي حيزيه، عندي ياسر اعمال بوسعاده. كانت ذكيه حبت تقضي على الجهويه. انه ما تبينش منطقه انه مست كل افريقيا. الفكره تجيك في راسك باش تجسديها ولا اول ما تحكمي الريشه يبداو يجوا الافكار؟ نو انا كي تعجبني الحاجه نجسدها. كنشوف حاجه وتعجبني ولي نجسدها في اعمال فنيه. يعني تكون في تفكيرك؟ اكيد ايه، نعتمد على التغذيه البصريه، قال نشوف حاجه تعجبني نحاول نجسدها في عمل فني. انا كنت تكلمت معك نور الهدى، بالاضافه الى الرسم انت ايضا ناشطه جمعويه. اكيد ايه، رئيسه جمعيه نور الثقافيه. اي ما شاء الله. جمعيه ثقافيه عندها ما عندهاش مده، يا ربي واحد الشهر والله هكذا. يعني جبت الفكره بعد ما تحصلتي على الجائزه. اكيد شويه كي جيت لبوسعاده لقيت باللي فوالا عندنا طاقات. وليه ما نستثمروهاش ونديروا نشوفوا بعضنا. نحيوا الفنانه فنانه العرب سهيله بن رشب بنت بوسعاده، اكيد راهي تشاهد في برنامجنا الصباحي صباح الشروق. بوسعاده ولاده للاسماء، ولاده للفنانين، ولاده للثقافه، المثقفين وغيره. انتم تجتمعوا بيناتكم في بوسعاده؟ اكيد تتعرفوا؟ نعرفوا قصدي نعرفوا بعضنا ونجمعوا ديما على بعضنا. واكيد كما الجمعيه تاعي فيها 18 فنان من بوسعاده. منهم قصدي تاع منشد الشارقه نجيب اخ نجيب عياش، بالمناسبه نوجه له تحيه كبيره. عندنا شميسه، عندنا عمالقه كبيره في الفن التشكيل، في الفن بصفه عامه قصدي، عندنا موسيقيين، فوتوغرافيين، عندنا كلش. منا بعضنا كاع باه نديروا كش نقول نهضه بوسعاده. حابين نشوفوا لنا، عندنا اطفال وعندنا شباب يحوسوا يتعلموا يحوسوا يكتشفوا يحوسوا يعرفوا. احنا حابين بهذه المبادره انه حنايا تعلموا فن تشكيلي، نعلموا الفن التشكيلي، نعلموا الموسيقى، نعلموا عندنا دورات تكوينيه، عندنا ورشات، عندنا نديروا كلش. عندكم مقر؟ عندنا مقر ايه في بوسعاده. في بوسعاده اكيد. والابواب مفتوحه لكل الفنانين. لكل الفنانين، لكل موهوب. اي موهوب عنده موهبه ويحاب يطورها اهلا وسهلا به. انت ترسمي رسماتك تخبيها برك ولا تديريها في معارض ولا تسوقيها وتبيعي لوحدك؟ انا نشارك في معارض، في صالونات، عندي معارض صالونات قصدي نشارك بهم في معارض. هذه ما تبيعيش لوحاتك؟ نبيع طبعا بصح قصدي مش ما كانش ما كان يعني بيع اللوحات الفنيه. تشوفي انه سوق، هذا السوق سوق الفن مفتوح، سوق الفني وعنده زبائن وعنده فيه طلب ولا ناقص؟ لا ما كانش، ما عندناش اصلا، ما عندناش مارشي دار في الجيل قليل. مؤخرا وزير الثقافه زعما فتحت منصه اسمها لوحاتي، ومن بعد ما بان عليها حتى اخبار ما بانتش. ما بانتش. واش اللي يخلي الناس ما يقتنيوش لوحات زيتيه؟ ثمنها الباهظ ولا تشوفي ما عندهمش هذيك العين الفنيه؟ ما عندناش هذيك، ما يشوفوهاش كلوحه فنيه ولا المنافسه فنية. يعني السوق الصيني اللي ما خلى ولا مجال الا حط يدو فيه. ممكن كاين بزاف لوحات فنيه غير اصليه اكيد تنتباع في الاسواق باثمان ايضا رمزيه. ايه ممكن. ايه ممكن ثاني انه ولاو ما يقصوش بالطابع الفني تاعنا وهاش قيمتها بها ما كانش للاسف. شحال اكبر لوحه فنيه من حيث حجمها قمتي بتجسيدها؟ حجم تاع ديمونسيون الكبر نتاعها. صمت لوحه فيها 3 متر على 2.5 هكذا تقريبا. 3 مترات على 2.5 نص مو جداريه ثاني. صمنا مؤخرا جداريه في تيارت في مركز صفر المسعفه. نور جداريات. انتم مجموعه فنانين يتصلوا بك هما؟ يتصلوا بنا وفي اطار صالونات وفي اطار معارض وفي اطار ورشات. الجدار يظن انه صعيبه لانه يجتمع مجموعه من الفنانين، مجموعه من الشباب عندهم افكار مختلفه، تحدي انهم يجسدوها في عمل واحد. اكيد كاين يرسموها زوج من الناس، كاين يرسمها وحده، وكاين على حساب. انت تلقاي راحتك وحدك ولا مع ناس واحد اخرين؟ نلقى روحي وحدي. شغل بلاه باه نعرف كيفاش راني ندير. المجال يكون مفتوح لك فقط. يكون عندها ابداع. كل واحد بعطيه واش تاعو. الكاتب الكلمات ولا الكاتب الروائي ولا في فن الادب لما يبقى يكتب في المسوده يقدر يبدلها ويغيرها في اي لحظه. بالنسبه للفنان التشكيلي اللي يحط بصمته على لوحه ويحط الالوان،
ومن بعد تجيك الفكره تحبي تغيري، تقدري تغيري؟ نمحيها كاع ونعاودها. من كما تجي زعما فكره اخرى والله ما تعجبنيش والله نعاود نمحيها ونعاودها عادي. المهم نعود مقتنعه بها وفرحانه بها. والهدى وانا كيما حتفضى بلوحاتك الله يبارك عليك، قلتي شاركتي بزاف معاك. عندي في الدار، عندي برشا صغيره في الدار نحط فيها اعمالي. مازال كترسمي في الدار دائما؟ مازال نرسم في الدار عزيزي، ما نقدرش نحبس. شحال من لوحه عندك جماعه؟ ايه ما تحسبوش. واعز لوحه ليك؟ مرأة في افريقيا. هي اللي لانه تخصص على الجريمه ولا اللوحه اللي قبلها اللي بالجسم في السيش بها كرهتيها؟ لا عادي بصح هذه صمتها بحب. ايه بها شغل عزت عليا. وكاين لوحات ربما ماشي عزاز عليك؟ لا ما كانش لوحه مش نسميهم من اصلا نسميهم كاع بناتي. باش لوحه مش عزيزه عني. لما ترسمي مثلا باش تبيعي لوحتك ترسميها بنفس الحب وبنفس المشاعر والاحاسيس ولا لا؟ كل ما نحبش حاجه ما نرسمهاش. وما تغيظكش كي تجي تبيعيها؟ تغيظني ياس. تغيظك؟ شكون تبيع منك؟ كاين لوحات محرمة عليك انك تبيعيهم؟ كاين كاين لوحات ياسر ما نقدرش اصلا ما خلاص. ومزينه بهم البيت داركم ولا لا؟ كاين لوحات مزينه بهم وكاين لوحات محتفظه فيهم في ورشتي. الام نتاعك حيه. حيه. ربي يطول في عمرها ان شاء الله. واش رايها في لوحاتك؟ ديما تشجعني، هي اول واحد تشجعني. هكذا؟ ايه. ما يقولوا لكش الرسمينة في الدار هكذا اللي اكل. رسمتي ولا مازال؟ مستنى بلي الله شان. شحال تقعدي مع لوحه؟ كانت سالتك ايمان منذ قليل على المراه الافريقيه، اكيد انه مديتي لها بزاف وقت. اكيد. لانك شاركتي من خلالها في مسابقه علي معاشي لرئيس الجمهوريه. ممكن قعدت فيها تقريبا شهرين. شهرين وانت تقريبا. ونروح ونرجع ليها. باش قلنا نرسمها ونقابلها من بعيد كش ما خاص نرجع وتغطيها كيما نشوفوا في الافلام ولا لا؟ الافلام كاع يغطيوها باش ما يشوفوهاش باش يشوفوا النتيجه النهائيه. لازم نرسمها ونقابلها من بعيد هكذا ونشوف كش ما خاص نعاود نرجع لها. عندك احتكاك مع رسامين جزائريين من جيلك هذا الجيل الجديد؟ اكيد. عندي تلاقى تلاقاو في اطار صالونات في اطار معارض ما نتلاقاو حتى بلاقى ساعات يجونا ولا نجوهم ولا عايشة شغف ما شاء الله عليك في الفن. لكن اختيارك في التخصص الجامعي والدراسي يبتعد كل البعد عن الفن التشكيلي. وش السبب؟ السبب انه ما نقدرش نعيش بالفن التشكيلي. صح بزاف شباب يخافوا مدرسة الفنون الجميلة وفنون التشكيلية. الجميلة اكيد انه كنا نتخرج هكذا ونقعد نحوس نرسم، منين راح نرسم؟ لقيتي وظيفة ولا مازال؟ مازال ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تلقاي. ان شاء الله تلقاي. الواحد يتبع طموحه ويخلي كل شيء بيد الله عز وجل. كل شيء يجي وحده. صح صح. الطلبة اللي معاك في الجامعة على بالهم باللي عندهم رسامة تشكيلية؟ الكل يعرفوني. الكل؟ الكل. ما حطيتيش رسمات في الجامعة؟ حطيت، شاركت في معارض في الجامعة وشاركت وجاو مكرميني في الجامعة شحال من مرة. نورتينا بإطلالتك. شكرا. حبينا كثير مرورك معنا. شكرا إن شاء الله. وإن شاء الله يا رب تجينا بجائزة أخرى، لأنه الشباب اللي تحصلوا على الجائزة من حقهم يعاودوا يشاركوا كل مرة. عندنا احنا 5 سنين، احنا المرتبة الأولى عندنا مرة في 5 سنين. على 5 سنين باش تقدروا تعاودوا تشاركوا. المرتبة الأولى بصح المرتبة الثانية والثالثة عادي. يقدروا عادي. إن شاء الله على 5 سنين. فرصة للشباب. نعم، لكن احنا يرانا بامكانياتنا الخاصه للاسف بعلاقاتنا الشخصيه هكذا لما نجولوا في الولايات مع لي سبونسور شويه الغيورين على بلادهم. لكن نتمنى وهذا نداء من بلاطو صباح الشروق انه الجهات الوصيه الوزارات خاصه وزاره الثقافه وزاره المجاهدين وزاره السياحه كما تفضلتوا يدعمونا شويه خاصة اللي بيدافيون رانا رايحين الإقامة الإطعام الإنتاج أيضا لازم له ميزانية ضخمة. والإمكانيات اللي يستعملوهم من الجانب التقني. نعم. شحال من كاميرا راح تستعملوها؟ احنا استعملنا راكو شفتوا تقنية عالية خدمنا بالكاتكا ورايحين نخدموا أيضا بالدرون وهي أيضا نداء للجهات الأمنية باش يعجلونا يعطيك الصحة لوتوريزاسيون خاصة باش نصوروا المدن هذو بالدرون لأنه الدرون راك تعرف كاين وزارتين أمنيتين هما اللي يقدموا لنا الرخصة رانا
نستناو، مع انها رانا مسخرين له امكانيات تقنيه وفنيه ضخمه. وان شاء الله هذا نداء باش كما قلت يعاونونا الوزارات نكملوا مع امريكا ان شاء الله. وتبقى هذه دائما المشاكل اللي يعانيوا منها الانتاجات الجزائريه، دائما حكايه لوزيتوريزاسيون، الميزانيه الضخمه، ونشوفوا بعض الجهات اللي تكون هي معنيه وين لازم انه هي اللي تحط يدها نشوفوها دائما انها تكون غايبه للاسف. نتمنوا انه هذه العقليه تتبدل، خصوصا انه دائما احنا نداءنا في الجزائر الجديده اللي يتعاملوا مع وزاره المجاهدين. هذه ملاحظة مهمة، نفس الأسماء أنتي العزيزة كما يقولوا الدواء على الجرح. لأنه مؤخرا ثاني في مؤسسة هكذا سينمائية عندي معهم فيلم، شفت تماطل من طرف المسؤولين بار كونتر لي زوتر باش يسنيو معايا لا كونفونسيون. الحمد لله سنياو معايا لا كونفونسيون في إطار فيلم غنائي سينمائي عنده سنوات وانا نستنى فيه. راح تنتج فيلم غنائي؟ نعم فيلم غنائي، فيلم ذكرى، بطولة الفنان حسن كشاش، ذكرى نضال صديقتي وزميلتي في المعهد العالي للفنون الدرامية، وايضا الفنانة فريدة كريم خالتي بوعلام، وايضا بعض الوجوه الجديدة اللي رانا نبحثوا عليها رايحين نديروا كاستين. كنا رايحين نديروا لكن لما غلقت الامور بسبب الجائحه حبسنا. رانا نحوسوا على من خلال هذا البلاطو نقدموا نداء، نبحثوا على ممثل وممثله يحسنوا الغناء والتمثيل في نفس الوقت. من الوقت عبد الرحمن جلطي يعني من هذا راح يكون ثالث فيلم غنائي في الجزائر ان شاء الله. سنينا لا كونفونسيون مع المؤسسه الجزائريه لتطوير السينما سي ا دي سي، مشكورين على ذلك رغم انه شويه الوقت تاخروا معنا في امضاء العقد، وهذا بدعم من وزاره الثقافه، دعم قليل لكن فيها الخير. ثالث فيلم غنائي بعد الفنان المرحوم حسني يعطيك العافيه. وهذا ثالث فيلم، هذا قصه واقعيه لطفي، قصه واقعيه محمد، تحكي قصه فتاه اسمها ذكرى يقتلوا لها الوالده تاعها اللي تكون مدرسه مربيه اجيال، تعرف اعداء في العشريه السوداء كانوا يغيروا، هي تصفيه حسابات، هذا الارهابي حب يتزوج بها ما قبلاتوش، لما طلع للجبل لقاها تربي الاطفال على التربيه والمحافظه على مقومات البلد والمقومات كذا. واش دار؟ تخلص منها الوالده. نشوفوا في مشهد، هذاك هو المشهد، ما حبيناش نكثروا بمشاهد العنف، هذاك المشهد الوحيد لانه حقيقه باش منه اون فلاش باك نجوزوا لمشاهد الفيلم الاخرى. والدها نشوفوها مسكينه الام هذيك بالطبليه تاعها وبالكتابات، هي اسقاط على واش صرح في حقيقه في مدينه معينه هنا في العاصمه باش ما نروحوش بعيد، هنا صرات. ومن بعد باباها والدها بإعاز من شيوخ هذيك المكان قالوا له روح انفذ بجلدك وودي بنتك معك باش ما يكونش مصيرك مصير الاخرى. ومن بعد راح هو اغترب في الخارج مده 20 سنه، ترجع ذكرى تقرا الموسيقى وتقرا الغناء الشون دوبيرا والغناء الجزائري والشرقي وكذا، ومن بعد تعاود ترجع للجزائر، وترجع للجزائر يصراو لها هكذا ديرو يديبار محطات، ومن بعد في النهايه تتلاقى بخالتها وتزوج بوليد خالتها اللي هو اللي يكون يغني معاها. احنا شرط اساسي انه الفن قصه هايله حبيتها، سيناريو مشابه باختصار محمد راح يستزلنا ما تبقى من حصريا مواعيد ولا معلومات ثقافيه.